آثار مدفونة. التربة بتاعت الأرض دي فيها تشابه كبير جدا بين الأراضي التانية اللي طلعنا منها آثار قبل كده. أتمنى لو يكون فيها، وأسف جدا لو فهمتي سؤالي غلط. ولا يهمك. طبعا أنا مش محتاجة إن أنا أفكر حضرتك في موضوع العمولة. مش هنختلف. إن شاء الله مش هنختلف. طيب لما الناس اللي عند حضرتك يكونوا جاهزين يا ريت تبلغني. أكيد. إن شاء الله. افرد كده يا كابتن، افرد افرد. الله ينور عليكم يا رجاله. يا باشا دي يا باشا هتبقى للشارع، وهيبقى في واحده على اليمين وواحده على الشمال. برافو عليك يا يوسف. تعالى انا عايزك جوه شويه. تحت امرك يا باشا. عايز فيها خرام عشان الهواء. خير يا باشا؟ عايزك تعدي على الرائد قبل بتاع السياحه، عندي هديه صغيره عايزك تديها لي. حاضر. بابي انا عندي مشوار صغير كده هخلصه واروح من بره. اوكي يا حبيبتي، باي. اوكي روح. باي. ده الصح منه يا باشا عشان نأمن نفسنا من اي لبش ممكن يعمله الدهشور. صح. هدايا ايه؟ ماشي يا باشا، انا هلفها لفه تمام واجري على هناك على طول. مع الاذن. مع السلامه. انا ماشي يا فادي، راح التمرين. عايز حاجه؟ استنى يا عم كده، انا عاوزاك. ادي قاعدة يا ستي. قولي. مش هفكرك باللي اتفقنا عليه. ايه بقى اللي اتفقنا عليه؟ الرولز. رولز؟ رول نمبر 1 اللي عينيك شافته هنا محدش تاني غيرك يعرفه. نمبر 2 شرب كتير في اي مكان ما يحصلش، لانك ممكن تسكر ولسانك يفلت. ماشي. معاملتنا هنا انا اللي هحدد ميعادها مش انت. اوكي يا حبيبتي. تليفونك اول ما تدخل هنا يكون مقفول، ويا ريت تشيل البطاريه. ماشي روحي. عايز حاجه؟ اشوفك بالليل. اوكي. هو انت ليه دايما قاعد لوحدك؟ بتيجي لوحدك وبتقعد لوحدك بتمشي لوحدك، مش غريبة شوية ولا؟ غريبة جدا، غريبة. والشيء الغريب فيها يعني انك تلاقي حد مركز معاكي وتحس انه مراقبك. لا انا مش براقبك، ما تخافش، مش قصدي. وانا كمان ما اقصدش، بس يعني اقصد يعني انها غريبة شوية ان يبقى في حد مركز معاكي وشايفك قاعد لوحدك ومخلي باله منك وحاجة كده يعني. طبيعة شغلي بتخليني ابقى دايما واعية من الناس اللي حواليا. انتي بتشتغلي ايه؟ مذيعة. احتمال ابقى مذيعة، مش متأكدة لسه. قول ان انا خريجة اعلام. اقول طب يعني ليه ليه احتمال تبقي مذيعة يعني؟ عملت انترفيو مستنية النتيجة وعندي احساس ان هم هيسقطوني. انا دايما عندي حساسية، ما تخونيش. كمان عندك الحساسية، كويس. مين صاحب المحكمة؟ لا ماليش في الوسايط وكده، فمش انا ما قلتش وسايط. في حد قال وسايط هنا؟ ما قلتش وسايط. مين صاحب المحطة؟ واحد اسمه فريد منير. تمام، فريد منير. هل هو ايه اللي حلو؟ اسمه؟ طب مش عايز تعرف اسم انا طيب؟ انا اسمي دياب. ديبو. ديبو. انا اسمي امينة. ازيك امينة؟ ليه ما جيتش تسلم عليا قبل كده؟ احنا غنينا مع بعض هنا مرة، فاكر؟ فاكر. وعلى فكرة صوتك حلو جدا. بعد ايه؟ انا بس ممكن تلاقيني يعني بتكسف؟ بتكسف جدا. طيب مرة جاية ما تتكسفش. حاضر. كل مرة بقى هتسافر لي فيها هتقعد لي بالاسبوعين والثلاثة؟ غصب عني، ما انت عارفة شغلي. يا سلام. طيب المرة الجاية بقى هعرف انت فين واجي اطب عليك. مسك. تشيس. ايه ده؟ ايه ده؟
هتقوم. انت ايه اللي دخلك هنا اصلا؟ هتقوم. يلا. ايه اللي بيحصل؟ يلا. انصور باشا. ازيك يا ديبو؟ اخبارك ايه؟ كله تمام يا سعادتك. اخبار الانتخابات معاك ايه؟ لا انا لسه المرحله الثانيه. اما نشوف. اكتساح يا باشا. ان شاء الله اكتساح. ميرسي يا ديبو. قول لي اخبار المكان ايه؟ حلو ولا هنتعكنن؟ عكنن ازاي يا باشا وديبو موجود؟ على فكره وجيه المنياوي قطعت لك رجله من هنا خالص. احسن. ميرسي يا ديبو ما تحرمش منه. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك. اتفضل. يا ميم ازيك يا صاحبي؟ ايه بقيت على العيال؟ باين يعني. ماشي يا صاحبي. سلام. اتفضل امضي يا مدام. اتفضل امضي. تحب نجيب الوالد يستلمك ولا؟ لو سمحت كفايه قوي بقى لحد كده، ملهاش لازمه الفضايح. شريف باشا. ابو حجاج. وعينه باشا فيك. تعال. ايه ده؟ في مدام غالي انت بتعملي ايه هنا؟ يوسف الحقني يا يوسف الحقني. ايه اللي حصل؟ تطرفوا بعض يا يوسف ولا ايه؟ باشا استاذن معاليك يا باشا في كلمه بره. ماشي. زي ما بقول لك كده يا دهش، اول ما جالي الخبر ده قلت لازم اقول لك عشان تبقى عامل حسابك. انت متاكد من الكلام ده يا سعيد؟ عيب يا دهش، انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط. الله. وهو من امتى الشيمي بيفكر في الانتخابات؟ دي له لعبته ولا بيفكر فيها يا بيه؟ البلد حلقت شقلب، واللي ما كانش بيفكر زمان عينه بقت قد كده وبقى طمعان فيها دلوقتي. اه والله والله. وطمعت يا شيمي. ماشي، هو فاكر بقى ان شويه العيال اللي حواليه هينطقوه وينجحوه في الانتخابات. شفت انت بقى ازاي الكلام كده؟ انا شفت، لكن هو لسه ما شافش. والله العظيم لو وريه النجوم في عز الظهر الفرجه هتبقى للكل. يا رب. يا يوسف. على ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا بس كنت عايز اقول لك انه الموضوع ده بالنسبه لي كانه ما حصلش. يعني لا هجيب سيره لحد ولا للشيمي بيه ولا لغيره. انت عارفه ان انا راجل في كلمتي. كده ماشي. تصبح على خير. غاليه بلاش تعيطي، مساحه مؤكده وبتسمي وخشي عادي كانه ما حصلش حاجه. ها؟